حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد ما تابعنا فقرة سبورت داي. لابد أنه ما تكونوا يعني فقرة هلا بالضيف اليوم. موضوعنا راح يكون مرتبط بفقرة سبورت داي. اليوم راح نتحدث عن فقرة الرياضة. نعم والحركة طبعاً والنشاط. أكيد الحركة والنشاط. اليوم راح نتحدث عن موضوع السمنة. مثل ما تعرفون اليوم السمنة أصبحت يعني ملازمة للكل، خصوصا أنه يقعد بالبيت بدون ما يمارس بعض من التمارين الرياضية اللي قدر المستطاع أنه لازم أنه يمارسها، حتى لو الحركة بمجرد أنه تصعودك للدرج ونزولك من الدرج ممكن أنه أنت هاي راح تكون تحرك كافة حركات الجسم. نعم. يا مروة، طبعا الحركة جدا مهمة يا عيسى. مثل ما نعرف أنه بالحركة أكيد أنت هنا راح تحرق سعرات حرارية. كثير من أدنى يتبعون نظام بداية خاطئ اللي هو كثير ممكن من النشويات وكذلك من الدهون، بالمقابل أكو نوم وأكو خمول. هذا هنا أكيد نقطة جدا أساسية وجدا سلبية، كذلك ممكن الكل يتبعهم مرات، ممكن إحنا هم كذلك. حتى من الشغلات الخاطئة اللي دائما يتبعوها، يتبعون مثلا نظام غذائي محدد ويتناسى أنه أكو بعض الفيتامين الواجب أنه لازم يتبعه. يعني مو أنه أنا أمحي نفسي أو أحرم نفسي من بعض الشغلات اللي ممكن بها فيتامين مفيدة إلي. نوعا ما الأكل لازم يقسم إلى غذاء محدد. يعني اليوم أنا الوجبة مالتي قدر المستطاع أنه تكون وجبة ثقيلة، لا أخففها أسويها إلى 6 وجبات أو 5 وجبات. تقطعها 5 وجبات 6 وجبات أحسن مما أنا أتناول لي وجبة الغداء تكون كلش دسمة، وممكن أنه نسبة الكربوهيدرات اللي موجودة بها ونسبة النشويات اللي موجودة بها ونسبة الدهون اللي موجودة بها هاي كليتها، خصوصا أنه وجبة الغداء بها دهون مشبعة، وهاي الدهون المشبعة راح تتركز بالجسم وأكيد راح تسبب لنا السمنة. يا مروة، نعم. يعني على طار الغداء، شلون الغداء كان يا حج حسين؟ لا طبعا أكيد حل علينا ضيفا كريم اللي هو اختصاص في الطب البديل التكليلي محمود الغريب. يا اهلا ويا سهلا، نورتنا. اهلا بيك، شلونك؟ نورتنا. يا اهلا وسهلا، بارك فيك، خليك. صباح الخير والعافيه عليك. صباح الخير بارك. طبعا بارك لك يعني على حصولك على الشهاده، وان شاء الله تمنياتنا لك بكل التوفيق فيك. وان شاء الله تحقق كل المراد، بس احنا نتمنى انه نشوفك بالعراق. يعني هم متواجد، يعني مو تعوفنا وتروح. ان شاء الله متواجدين اكثر. طبعا مبروك عليك على هذه الشهاده، وان شاء الله انت تستحقها. بدايه احنا موضوعنا السمنه وانواعها، اريد من عندك تعرف لنا السمنه وكذلك انواع السمنه. طيب هو الموضوع كلش طويل. نعم، ولكن راح نحاول نختصره كون انه اكو اتصالات غيرها. احنا مشكله بينا احنا السمنه نسميه مرض. نعم. مثل تساقط الشعر مرض، مثل مشاكل البشره مرض، ولكن هو ما يقارب اكثر من 50% من السمنه هي اعراض وليس امراض. يعني مثال على ذلك خلل في الهرمونات، خلل في الغدد، خلل في بعض الوظائف الجسديه، الكلى. نعم. وغيرها يسبب عندنا هذه السمنه، وجزء من عمليه تشخيص المرض هو يكون من عمليه السمنه. نعم. ولكن هو تحصيل حاصل هو مرض، ولكن إذا استمر في الأعراض وبقى في الأعراض يسمى مرض. هذا شيء طبيعي، خاصة أنه عند النساء تصاب عملية السمنة بعملية كبيرة جدا بسبب الحمل أو عدم اعتنائها بعملية الإنجاب والعمل. نعم. بعد عملية الإنجاب هذا راح يسبب عندها أكو هناك سمنة بسبب الماء، أكو هناك سمنة بسبب الدهون. عملية السمنة بداخل المجتمعات العالمية ما يقارب إحنا عندنا 20% من العالم يعانون من السمنة، سواء كانت سمنة متوسطة أو سمنة قوية أو كبيرة أو سمنة طبيعية اللي هي اعتيادية، ولكن من المفترض أنه عملية إزالة هذه الدهون اللي موجودة. قبل أنه إحنا ندخل أنواع السمنة، أكو إحنا عندنا أنواع الدهون، أكو عندنا الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة والدهون اللي هي المهدرجة. إحنا بطبيعة الحال الجسم يحتاج تقريبا دهون مشبعة ودهون غير مشبعة، ولكن الدهون المهدرجة اللي هي مثل الزيت وغيرها هذه جريمة على الجسم الإنسان. احنا عندنا عدة طرق لعملية إزالة الدهون أو إزالة السمنة بداخل الجسم، ولكن يجب انه احنا نحدد نوع هذه السمنة وأسباب هذه السمنة. ما ممكن انه اني اذا صرت اني سمين او انه اي امرأة صارت عندها سمنة مباشرة سوت عندها حمية، وهذا الحمية جدا خطأ. صح. لان عندها تعرف عيسى انه يصير عندها اضعاف. صح. يعني مشاكل نقص في الفيتامينات مثل ما ذكرت قبل قليل، انه يصير عندها نقص في الفيتامينات، وهذا يسبب عندها حالات مضاعفة خاصة عند المرأة لان هي تصاب بهذه المشاكل اكثر من الرجل. عوضا عن ذلك انه عملية السمنة بداخل جسم الانسان انه نستطيع استئصالها او ازالتها بعدة طرق، مثل ما قال ذرغام احنا عندنا علاج من العلاجات اللي
اللي هي العلاج خلينا نقول الثقافية أو العلاج عن طريق الثقافة والقراءة والمطالعة، وهذا جزء تحصيل حاصل من عملية العلاج بالحالة النفسية. نعم. إحنا اللي هو القلق، كثير من الناس يعانون من القلق. المشاكل أسباب السمنة شنو؟ أسباب السمنة إحنا ما يقارب السمنة تصير عندنا في فترات عمرية محددة. نعم. خاصة عندما بعد العمر 30 اللي يقل عملية الحركة وغيره. مثلا عملية إساءة الاستخدام الغذاء، مثل ما قلت عيسى من المفروض انه عملية تقسيم الغذاء الى وجبات. احنا عندنا خطأ، مفهوم الخطأ انه يقول انه لازم نقلل من الغذاء، لا، لازم نقلل من كمية الغذاء. صح، عافية عليك. ولكن فترات الغذاء جدا ضرورية. اكو هناك فيتامينات بداخل الجسم اللي هي فيتامينات اكيد AKED، هذه ضرورية جدا بداخل الجسم. إذا إحنا صار عندنا خلل بها أو نقص بها راح يسبب عندنا مشاكل بداخل الجسم. أيضا الدهون اللي موجودة والسكريات الموجودة ضرورية جدا، لذلك لازم إنه أول ما يقعد من الصبح ضروري جدا لازم تأخذ سكريات ودهون. زين. لازم قبل يعني ما بين الاستيقاظ وما بين الإفطار ساعة بالكثير. لازم تفطر. زين. في حال انه انت ما افطرت راح يصير عندك حاله اعاز داخل الجسم انه جسمك في خطر، فراح يبدا عمليه خزن، وهذا اللي يسبب عمليه السمنه. احنا عندنا كثير من الطرق او كثير من العمليات اللي احنا نستخدمها هي سبب السمنه، مو سببها الغذاء بحصيل حاصل. نعم. بس احنا راح نلتجئ الى موضوع الكورسات والحفاظ على جسم مثالي قدر المستطاع. انه الشخص لازم يحافظ على جسم مثالي طبعاً. مو انه لو يكون باني عضل لو يكون هاي، بس اليوم خلينا نتحدث شوي عن انواع السمنه. مثل ما تعرف اكو انواع للسمنه، اللي من ضمنها انه اللي ياكل بشراهه، من ضمنها اللي عنده مثلا مشاكل تكون داخل الجسم. نعم. واكو النقطه الثالثه اللي هي المشاكل الوراثيه. اريد اركز في هذا العنصر، يعني اكو نوع وهو يعتبر من الاخطر الانواع اللي هو المشاكل الوراثيه. شلون نقدر احنا نعالج السمنه الوراثيه؟ دائما نشاهد انه اكو اطفال تشوفه هو بدين، يعني شلون اقدر انه هاني هذا اعالجه؟ بتحصل حاصل الصفات الوراثية مثل ما تفضلت انه هي عملية انتقالية من الاباء او من الاجداد الى هذه الذرية او الى هذا الشخص. عملية ازالة اكو هناك يعني طرق حديثة جدا في العلاجات الطبيعية او العلاجات الكيميائية او الاجهزة، انه عملية علاج الشخص من الصفات الوراثية او من الامراض الوراثية اللي هي مكتسبة من الاجداد او من السلالة السابقة. اكو احنا عندنا عن طريق الاعشاب باستطاعتنا انه عمليه ازاله هذه الصفات او تثبيطها او تاخير عمليه ظهورها تحصل حاصل المشاكل الوراثيه. احيانا ما تظهر من خلال الولاده، احيانا تظهر بعد سن 30 او 40 اللي هي مثل السكر او الكلى، العجز بالكلى او التلف بالكلى او مشاكل اخرى اللي هي حتى العمليه العشو الليلي او النظر وغيرها. هذه احيانا تصير وراثيه ولكن بعد اعمار. هذه المشكلة احنا عندنا في داخل مجتمعاتنا العربية ما عندهم ثقافة السلسلة الطبية او انه الارث الطبي اللي هو يكون يفحص من اجداده ويكون عنده ملف كامل في الصحة انه شنو الصفات الوراثية او الامراض الوراثية الموجودة وشلون نقدر نستأصلها او نزيلها. زيت البرتقال وزيت الجزر من الافضل الزيوت استخدامها عند الاطفال حتى بلوغ العمر ال 18 سنه، استخدامها يوميا او بين يوم يوم في عمليه سواء كان بالاكل او عن طريق التقطير، هذه راح يبدي عمليه تثبيط هذه الهرمونات الوراثيه وتقليل من الصفات المشاكل الوراثيه، مو فقط انه السمنه، كذلك تساقط الشعر، كذلك الحب الشباب اللي يكون اكو هناك نوعيه من حب الشباب يسبب حاله البكتيريه ويصير عنده طفح بالجلد، كل هذه المشاكل تستطيع انه اما تاخرها او انه تثبطها واحيانا تزيل في فترات معينه اذا كانت مو قويه جدا هذه الصفات. فاذا من افضل الزيوت اللي استخدامها انه هي زيت الجزر وزيت البرتقال مخبوط ويستخدم بين يوم يوم او يوم. هاي الاب والام؟ لا لا، للاطفال يستخدم الاب والام، خلص انتهى صارت عندهم الحالات. زين، ممكن انه احنا نعالج الاب والام على مود انه الاطفال من يجون صفات صحيح. اكو هناك امراض وراثيه تعالج واكو هناك امراض وراثيه ما ممكن انه تعالج الا عن طريق انه من الطفوله استخدامها او تثبيطها، مثل ما ذكرت لك اكو هناك علاجات بها. مثلا تلف الـ يعني مثلا الكلى، امراض الكلى اكو هناك صفات وراثيه بهذا الموضوع، فيجب انه يكون عنده تقليل من المشاكل او من المواد اللي هي تضر بهذه الكلى حتى ان يبقى اكثر فتره زمنيه بهذه الحياه، حتى انه ما يصير عنده مشاكل في الكلى. عدد كبير جدا من الامراض الوراثيه انه احنا لازم نهتم بهذه الصحه من يكون اول ما يبدا يصير عمره 18 سنه ويوعى انه اكو هناك عنده سلاله مرضيه في الوراثه، لازم انه يحد من هذا الشيء سواء كان السكري سواء كان الكلى سواء كان حتى السمنه، انه يستطيع
يستطيع يعالجها عن طريق انه البرنامج الغذائي او الابتعاد عن كل ما هو مضر بالداخل الجسم. هذا اذا تكلمنا على الصفات الوراثية. اكو احنا عندنا اشكال مشاكل كبيرة جدا بحالة موضوع السمنة. عندنا خاصة النساء، طبعا النساء اكثر عرضة من الرجال في عملية السمنة، كون انه هناك صراحة ما عندنا ثقافة الاعتناء بالمرأة او الاعتناء بنفسها انه مظهرها بعد عمليه الزواج. وتلاحظون انه المراه خاصه بعد عمليه نعم من تكون حاله الولاده الى حاله الولاده عفوا الحمل والولاده والرضاعه راح يسبب عندها حاله كبيره جدا من الماء، خزن الماء وخزن الدهون اللي موجوده بداخل الجسم. تحصيل حاصل احنا لازم تكون المراه في هذه الفتره جدا مهمه وجدا ضروري الاعتناء بالكالسيوم، الاعتناء بالبرنامج الغذائي الموجود من بداية حملها إلى ما بعد سنتين، يعني مو خلص أنه قطعة الرضاعة أنه لا يمكن أنه عملية إعادة تدوير حياة الجسم الطبيعي أو الخلايا أو تنشيط جسمها. لازم المرأة بعد عملية الحمل إلى مرحلة أنه سنتين كاملة، يعني سنة وثلاثة أشهر بعد عملية الولادة، لازم تعتني بجسمها. إذا ما اعتنت بجسمها راح يسبب عندها تساقط في الشعر، تساقط بالأسنان، بدانة، زيادة في نسبة الماء في داخل الجسم، يكون عندها خلل في الهرمونات والغدد وغيرها، ويكون عندها خلل كبير جدا في المفاصل. لذلك تلاحظ أنه كثير من النساء من توصل مرحلة الإنجاب أكثر من طفل، خمس أطفال أو ستة، سبب عندها حالة المفاصل. وتلاحظون أنه النساء الكبيرات أغلبهم عندهم مفاصل بسبب عدم اعتنائهم بالبرنامج الغذائي، وأيضا ما فقدوا من داخل من عملية الإنجاب أو عملية الرضاعة. هذه إذا تكلمنا على المرأة. أيضا إذا تكلمنا على الرجل، أكو عندنا يعني أغلب الرجال بدانة مالتهم تكون على الحالة التفاحية اللي هي تبدأ من الكرش، عوضا عن المرأة تكون الحالة الأرموطية اللي هي تبدأ يعني النصفي تقريبا. نعم. الأرداف وغيرها. تقريبا المشاكل السمنة هي مختلفة. إحنا عندنا أصعب سمنة إزالتها هي الكرش. أكو نوعين أيضا من الكرش، أنه كل واحد صار عنده انتفاخ بالمعدة أنه هذا دهون، لا قد يكون عندك زيادة مساحة بالمعدة نفسها، كبر المعدة، وهذا لازم نعرفها أنه إذا كانت شحوم على الطبقة الخارجية من المعدة والطبقة الداخلية من الجلد اللي تقريبا تكون سمكة، هذه السمك تقريبا الجلد مال البشرة يعني يكون السمن اللي هي المعدة، أو قد يكون عندنا انتفاخ بالمعدة أو كبر المعدة نفسها، القولون مثلا أسمي. قد يكون غازات وقد يكون هي أصلا كبيرة بسبب يعني جزء من سبب مشاكل كبر المعدة، توسع المعدة خلينا نسميها توسع المعدة، هو المشروبات الغازية احنا اللي جاي نشربها، هذه جزء كبير من عندها سبب عندنا المشاكل في انتفاخ المعدة او كبر المعدة. ايضا اكو يعني بعض التقارير تقول ولكن غير مثبت انه النوم على البطن هو جزء لا يتجزأ من انتفاخ او توسعة مساحة المعدة الداخلية، صراحة غير مثبتة غير دقيقة بهذا المعلومة، ولكن هي لازم نحن ننقلها حتى انه يكون واحد واعي من هذه عملية النوم. بطبيعة الحال نوعية السمنة احنا المشكلة وين؟ طريقة التغذية مالتنا واستخدام الغذاء مالتنا يكون مخربط. يعني مثال على ذلك، احنا اذا قللنا من النوم وصار عندنا زيادة بالسهر راح يسبب عندنا سمنة، لان يفرز عندنا هرمون الليبتين. هذا الهرمون الليبتين اللي هو يقلل من هرمون الليبتين، هذا الهرمون الليبتين اللي هو يساعد على عملية الشبع او يسموه هرمون الشبع. اذا صار عندنا زيادة بهذا الهرمون راح يقلل من عندنا انه احنا ما راح نستشعر عن طريق العقل الباطن نستشعر بالجوع، فهذا تحصيل حاصل انه راح نقلل من عملية الدخول اي مواد غذائية بداخل الجسم، وراح يبدي الجسم من نفسه انه يحلل الدهون اللي موجودة ويبدي يحول الى هرمونات او الانزيمات او الفيتامينات المحتاجة للجسم. عوضا عن ذلك انه بعد عملية تقليل هرمون الليبتين راح يكون عندنا هرمون اللي هو الغريلين، هذا الهرمون اللي هو يساعد على عملية، طبعا هذا يفرز الدهون اللي جزء من عنده يفرز الدهون اللي موجودة بداخل الجسم، هذا الهرمون اللي هو يساعدك على الجوع. تلاحظ اكو احيانا ياكلون وما يحسون بالشبع كون انه عندهم هذا الهرمون جدا عالي بسببه. تلاحظ انه عندهم المشاكل النفسيه، الحاله النفسيه العصبيه جدا عاليه، تلاحظ انه السمين عصبيته اكثر من الانسان الضعيف او الانسان الرياضي، وهذا بتحصل حاصل بسبب الهرمونات وخلل الهرمونات بداخل الجسم. عوضا عن ذلك انه عمليه التغذيه مثل ما تكلمت انه شيء مهم جدا، عمليه تقسيم الغذاء
الفترات الزمنيه. اكو حتى علاج في داخل كتاب الله عز وجل القران، انه اكو هنا كورسات اللي هي العلاج عن طريق الايات القرانيه، اللي هي ياخذ الغذاء ما بعد الصلاه، خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. حتى الرسول عليه السلام نتكلم على موضوع العلاج والسمنه والبدانه او الصحه العامه، ثلث طعامكم وثلث لماءكم وثلث لهواءكم. هذه عمليه تقسيميه الغذائيه هي ضرورية جدا لعملية توازن غذاء. طبعا أكو كورس إحنا دائما نسويناه في بعض المراكز وبعض الاختبارات، إنه المرأة لو استخدمت فعلا 7 وجبات يومية بطريقة خفيفة مع وجبة ماء، والإكثار من الماء جدا مهم، بس راح نتكلم على الماء وخطورة الماء إذا شربناه بالليل. طيب هذه الوجبات تكون مختلفة لو مو مهم إذا كانت نفس الوجبة؟ تحصيل حاصل أنت أي وجبة ما راح تتقبل الجسم، حتى لو كان عسل تقدرين تاكلي طول حياتك ما راح تقبله، لان الجسم نفسه راح يرفضه. انت عندك فيتامينات، عندك بروتينات، عندك انزيمات، عندك احتياجات داخليه بداخل الجسم. تقصد على طول اليوم وجبات متنوعه مختلفه؟ طبعا اكيد تحصل حاصل انه مو كله راح ياكل سمك او كله راح ياكل بيض او كله راح ياكل دجاج، لان ما ممكن راح يتقبل الجسم، وحتى اذا تقبله راح يرفض، راح يصير عنده حاله عياء، حاله لعاب، حاله انه ما ممكن راح يتقبل هذا الشيء. وهذا اصلا بالحاله النفسيه احيانا يعذبون الانسان بوجبه غذاء وهذا الشيء، ويصير عنده نقص بداخل الجسم ببعض الفيتامينات وبعض. طيب عندنا اتصال ناخذ نشوف من ويانا. طبعا بامكان كل متابعينا ومشاهدينا حاليا بامكانهم الاتصال على ارقامنا اللي راح تظهر حاليا اسفل الشاشه. طبعا اليوم يعني موضوعنا اللي هو موضوع السمنه، طبعا يمكن الاتصال انقطع الاتصال، احنا نرجع اكيد لموضوعنا. دكتور انا اشوف كثير من الرجال او حتى النساء ممكن ياكلون بطريقه انه شراها بهذا الموضوع، وياكلون كميات جدا كبيره، لكن بالمقابل انه ما يسمنون، هذا شنو السبب؟ يعني هنا أنا هذا الجزء لا يتجزا من عنده، اول شيء حاله وراثيه. وايضا عندهم حاله من حرقه السعرات الحراريه جدا عاليه، فيسبب عندهم هذا الشيء. تلاحظين اكو احيانا الرياضيين ياكلون وجبات في فترات معينه، لازم ياكل وجبات كبيره جدا حتى يعني يحقق الاحتياج الخاص بداخل الجسم. عوضا عن ذلك لازم يكون عنده حرق للسعرات الحراريه. في حال انه احنا ما وفرنا عمليه الحرق، للعلم يعني مو بس عمليه الرياضه الحرق، احنا ما يقارب عندنا حال مساله وحده رياضيه تعادل تقريبي يعني مو بالدقيق، تقريبي صعود جبل طبقال. نعم. فعمليه الحرق السعرات الحراريه الموجوده، لذلك احيانا تشوفين واحد ضعيف تقول ايش بيك ضعيف، يقول والله من التفكير، من الحب، من خاصه هذه المعلومه صحيحه فعلا. عمليه التفكير يعني هذا الجزء من الجسد اللي هو يبدي بعملية الإجهاد. نعم. أكو أحيانا من التفكير يتعب، ما مسوي شغل ولكن يتعب. تلاحظين بالفعل. أهل السادس لازم ضروري، إحنا ولو إحنا خلصنا يعني سادس خطية يمكن اليوم خلص إن شاء الله نجاح الموقفية للجميع، إن شاء الله ينجحهم كلهم، يعانون من حالات نفسية. وهي مشكلة وين؟ إنه الفشل أو جزء من الرسوب هو الأسرة بالفعل. لأن يعانون بمعاملة جدا كبيرة بالحالة النفسية. نعم. بهاي الفترة بسبب زيادة بعملية تضخم العقل، بعملية الاستيعاب المعلومات الكبيرة جدا، انه خلال 3 أيام او يومين يقرأ كتاب كامل اللي هو ما سنة كاملة، وبالقدرة العقلية وبالحجم اللي خاص بهذا الجسم صعب. عملية الاستيعاب كبيرة جدا، لذلك جزء لا يتجزأ من عملية اعادة حيوية جسم الانسان للطالب لازم يأخذ وجبات كبيرة. يعني يتوفر بالوجبات الصحية، خاصة البيض، خاصة الحليب، خاصة اللحوم البيض، اللي هي يساعد على عملية تنشيط الدورة الدموية، وأيضا يساعد على عملية تنشيط الذاكرة والذكاء. وأيضا عن ذلك المكسرات، الجوز واللوز مهمة جدا لعملية الذاكرة، ومهمة جدا لحالة الدراسة. فهاي اللي احنا عملية التفكير وعملية الحب والمشاكل والهم ايضا تضعف الانسان في عملية السمنة وغيره. نعم. ويانا اتصال ام نور من النجف. ام نور من النجف، يا اهلا وسهلا ام نور. صباح الخير. بكم. اهلا وسهلا. شلونك ام نور؟ الحمد لله. حياك الله، تفضلي. عندي سؤال للدكتور. اي تفضلي. مرحبا دكتور. مرحب دكتور. عندي يعني أنا 2 وضعافي، وهسه فترة بس أعيش يعني مثلا الرجيم أرجع أحمل بسرعة،
شنو السبب وعلاجه اذا اكو مجال؟ يعني انت ما مسوي لا قص معده ولا غيرها مباشره لانه ضعفتي سمنتي بعمليه رياضه؟ اي اسمنت يعني اضعف بسرعه. راح تسمعيني جواب ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا لاتصالك. مثل ما تكلمتي قبل شوي انه اكو ناس تاكل بس ما تسمن. نعم. وهذا عندنا شبابنا يعني احنا نقهرهم دائما يعني ننبر من عندهم انه انسان ياكل هوايه وما يسمن. واحد ياكله فتمرتين يعني ثلاثه او ياكله فشي بسيط يسمن. كذلك اكو اجسام مظلومه انه ايش راح تاكل تروحي تقيسين بالجسم راح يساعد تلاقين انه الجسم صعد بالفعل يعني الحجم اللي اخذتيه راح يصير بالحجم الجسدي. نعم. في الكتله الجسديه هاي المشكله اللي عند ام نور انه جسمه هو هذا انه تاكل تسمن ما تاكل تضعف. فلازم طبعا خاصه عند الاعمار وعند مثل ما تكلمنا المرضعه او اللي جايبه اكثر من معده راح يسبب عندها مشاكل بالجسم انه الهرمونات والغدد والافرازات والمشاكل هذه جزء لا يتجزا من علاجها تنظيم الهرمونات والغدد اللي موجود عندها والافرازات الموجوده عندها عند. نعم. المراه تنظيم المشاكل النسائيه بعدها انه لازم انه تستخدم حاله الغذاء بالخضروات والفواكه جدا مهمه وتحصيل حاصل انه لو ابتعدنا كل الابتعاد عن المشاكل الزيت اللي احنا جاي نستخدمه المشكله الخبز هو ممكن التمن كذلك كلش طبيعي ولكن الزيت هو اكثر مساحه يعني الزيوت المهدرجه هذه هي السميه لداخل الجسم مو بس سمنه السميه. نعم. للجسم خاصه انه الوجبات السريعه اللي احنا جاي ناخذها الزيت من يصل الى درجه حراره جدا عاليه ومن ثم يبرد ومن بعدها يصعد الى درجه حراره جدا عاليه راح يصير عمليه اكسده. نعم. ويوصل الى مرحله انه هذا راح ناخذ سم هذه التحصيل من عندها انه لازم تستخدم وجبات غذائيه بخضروات وايضا فواكه ما راح يكون عندها. نعم هذا موضوع جدا مهم راح نتطرق اليه بس خلينا ناخذ هذا الاتصال من صديق البرنامج دكتور ايفان. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير علينا وعليكم. صباح النور والعافيه. حياك الله على ضيفك الكريم. خليك ممكن نتكلم مع ضيفك. اي تفضل. أريد نسأل الضيف أنه أكو إنسان اليوم يعني أكو يعني كثير من النساء مثلا ما تقدر تطلع. تمام. واليوم على كل تواصل اجتماعي موجود المنحف وغير المنحف يعني إذا قبل كم يوم جابونا واحدة منحف صار عليه تسمم. تمام. صح. واكو عمليات هذا اللي الاوبر مال الشفايف اليس حاليا يبس شفت يا ريت انه من الخبير اخونا وصديقنا يشرح للناس انه هذا الشيء خطا هذا الشيء صح. يعني احنا كذا حكينا على هواي التواصل الاجتماعي بدأوا يعني يحكون علينا وانتم شعليتكم وانتم كذا وانتم كذا ف يعني اكو ناس كثير تقول لك انا مثلا ما اقدر اطلع امارس الرياضه او اهلي ما يقبلون عادات وتقاليد اهلي ما يقبلون العب الرياضه فبالنتيجه هي الخساره الاكبر انه تاخذ منحف يطلع هذا المنحف ما يوالمها او يصير عندها دليل على الهرمونات او يسبب لها مشاكل في الهرمونات. صح. هذا كلها وارده عند المرض. فلذلك يا ريت انه ضيفك يوضح للمشاهدين اكثر واكثر وانا اشكركم ان شاء الله واشكر ضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك دكتور ايفان. شكرا جزيلا. شيء مهم جدا يعني صراحه احنا نسينا من كثر ما سوالفنا. نعم. نسينا على هذا المنحف. شوف المشكلة مو بس بعملية قص المعدة والتكميم والبالون اللي هي من تروح على الدكتور يقول لك ايه تفيد. اوكي تفيد للعملية التنحيف راح تنقص من حالة وزنك. احنا دائما نقول هو ليش موجود الدكتور غير على مود يكشف عليك ويحلل لك وكذا والثاني يشخص المرض ومن ثم ينطيك العلاج. ما هو العلاج متوفر ليش ما تروح تاخذه؟ لازم انه انا اعرف المرض مالتي. اذا تحصيل حاصل لازم تروح على دكتور حتى عن ينطيك العلاج. كذلك عند الاعشابين مو بالضروره انه انت تروح تاخذ الخلطه المحدده او العلاج المحدد حتى ان تتعالج. هذا خطا جدا. انا واحد من الناس انه ضمن الطلاب اللي عندي او الاساتذه او حتى المركز اللي عندنا والشركه انه احنا نرفض رفض كامل انه خلطات
معلبة ومجهزة لشيء محدد يعني للسمنة مثل ما تكلم. خلينا نجي بالأخير على موضوع المنحفات. عملية بالبداية عملية الرجيم، احنا بطبيعة الحال لازم أقصى حد إذا نريد ننزل من جسمنا بالشهر أكبر شيء 4 كيلوات إلى 5 كيلوات، وهذا 5 كيلوات فشيء كبير جدا، لأن إذا صعد أكثر من حده 6 كيلوات 7 كيلوات راح يصير عندنا حالة عجز بالجسم، وراح يصير عندنا حالة فقد، وهذه حالة الفقد يسبب عندنا أمراض كل شهواية توصل أحيانا إلى المرض وإلى أمراض إلى فشل كلوي وغيره إلى حتى إلى حالة الوفيات. بسبب شنو؟ بسبب الفقدان هذا اللي هي يسبب مشاكل كل شوية. فإذا الرجيم نصيحة لكل اللي يستخدم رجيم، لازم يستخدم رجيم بعملية مو بالتقليل الغذاء بقدر ما هو تقليل الوجبات الضارة بالجسم. انت اكلي الشيء المحتاج بداخل جسمك، لذلك لازم نبدأ بهاي الفكرة انه احنا ما ننزل جسمنا 6 كيلوات و7 كيلوات، هذا شيء مهم. نعم. الشيء الثاني اللي هي عملية تكميم والبالون والقص المعدة، أنا صراحة شخصيا أنا مو دكتور كيمياوي حتى أنصح بهذه الطريقة، ولكن أكو مختصين بهذه الأمور بقدر ما أنه أنا أودي نصيحة وأرسل نصيحة لهذا الموضوع، أنه هاي الحالات أو هاي العمليات راح تسبب عدة حالات مضاعفة خاصة عند المرأة، لأن المرأة جسد يستقبل كل المشاكل أكثر من الرجل، لأن حالة جدا ضعيفة تسبب خاصة عند الحمل والرضاعة وغيرها، هاي راح تسبب عندها مشاكل كل الشهواية ويجوز تضر حتى على الجنين مالتها. فإذا حاولوا بكل وسيلة لا تتقربون لهذه العمليات. الشيء الثالث والمهم اللي هي المنحفات اللي موجودة بالسوق ب10 وب15 وب10 دولار، وهذا اللي ذحكي فيه، هاي جريمة. أنا صراحة 99% من عدها لا تحتوي على موافقة الصحة ولا توجد عليها رقابة، ودخولها أحيانا دخول غير مصرح به من وزارة الصحة. فإذا ما مكشف عليه كوزارة أو كمؤسسة رصينة في داخل دولتنا، هذا ما ممكن أنه أنا أخذها. زين خلينا نتوقف عند هاي النقطة لأن هاي نقطة جدا مهمة. الآيتمات اللي موجودة حاليا بالمراكز التجارية وبالأسواق، نشوف يعني بعض من الأطباء يروج لهذا الموضوع، يروج لموضوع أنه هناك كثير من كبسول خاص للتنحيف، هذا بفعالية أكثر بأنه ممكن أنه ينزلك 15 كيلو خلال شهر كامل، ما يعرف أنه الأسباب والمضارة اللي ممكن تصيبه، فتشوف أنه الكل يلجأ إلى هذا الشيء. ممكن أنه يخفض يعني ينزل من وزنه، بس هو ما يعرف المسببات اللي ممكن راح يسبب. شوف صديق عيسى، أسلم عملية بعملية استخدام إزالة شيء من الجسم اللي هو شفط الدهون، باعتقاد هي أسلم عملية، أسلم شيء وأهدى شيء للجسم. تحصل حاصل أني من راح أسحب هذه الدهون، للعلم أنا مو بس أسحب الدهون الضارة أيضا الدهون المفيدة للجسم، وهذه بكل صراحة أنه راح أسحب شيء كبير جدا من الاحتياج الجسمي، فأنا أضطر إلى عملية تعويضة بالغذاء وبالسوائل وغيره. ما استخدمنا شيء، يعني ما سوينا شيء، أيضا راح أبدي أخذ شيء حتى أن يبدي أنه يكون لي دهون من أجل أنه أنا أعيش. وهذه المشكلة وين؟ أنه إحنا عندنا جزء بالجسم ضار وعندنا جزء بالجسم مفيد، فأني من أسوي هاي الاستئصال أو من أسوي هاي العمليات راح يسبب عندي فقد الجزئين. صح. أيضا صراحة المنحفات، أنا يعني أكو هناك دكاترة ما ممكن تنصحك بها، مستحيل، يعني دكاترة التغذية أو أخصائي التغذية يقول لك هاي جريمة أنا أحط سموم داخل جسمي، ما تعرف شنو مكوناتها، ماكو أي عشبة بالكون أو أي علاج صحي طبيعي بداخل الكون كله معترف به ينزلك من جسمك 16 كيلو بالشهر. أنت احسب حسابك لو حد 7 كيلوات، احسب حسابك شايل شيء من جسمك 6 كيلوات، قص رجلك وذبها، ايش راح يصير بجسمك 6 كيلوات؟ يعني 6 كيلوات من مواد مفيده لداخل الجسم، وين راح يودي راس جسمك؟ يعني شو راح يبدي يفكر؟ شو راح يبدي يستوعب المفهوم اللي انفقد من داخل جسمه؟ هاي الجريمه. انه اني انصح الكل الابتعاد عن حاله المكملات الغذائيه اللي هي عذرا حاله التنحيف، المنحفات اللي هي سواء كان يقول طبيعي او عشبي، ما تعرف هذه المكونات. ايضا انا ابتعد حتى المنحفات العشبيه اللي هي ما مكتوبه لك شخصيا. انا من اروح على الجيم
انت من تروح الجيم، اي شخص من يروح الجيم ما راح يعطيك كورس عام، راح يعطيك بالبدايه كورس لحرق الدهون او لرفع العضلات، وبعدين يكتب لك كورس خاص بك. كذلك العلاج، من تروح على الدكتور يكتب لك العلاج الخاص بك للمرض اللي انت بيك. حتى السمنه، احنا تكلمنا السمنه بها عده مشاكل وعده اسباب يسبب عندنا هذه حاله السمنه، وقد يكون عندك السمنه بسبب الانزيمات، الغدد، الافرازات، الهرمونات، خلل بالبنكرياس، بالكلى، خلل بوظائف المعده، خلل بكل شيء، وصارت عندك سمنه. انت اذا تنحف وما تعالج هذه المشكله ما راح يكون عندك الحاله. واحنا من عادات الخطا انه نفس الراتشيته نروح نجيب دواء عليها، ممكن انه المريض بس مجرد انه تشابه بنفس الاعراض. هو هاي المشكله، احنا عندنا اكو اعراض متشابهه، ولكن احيانا الا عن طريق التحليلات او عن طريق الفحص او السونار او شيء كبير جدا حتى نقدر نشخص الحاله. فكيف انه انت حتى تجي تاخذ والله اعطيني باراستامول اعطيني ما ادري ايه، جريمه جدا. يعني انا شفتها صراحه بس بالعراق، اكو اغلب الدول حتى الدول العربيه ما ممكن تنطيك اذا مو اكو يعني وصفه الدكتور خاصه ومختومه ومطبوعه حتى ان يقدر ينطيك اياها، وبالارقام المحدده ما ينطيك شريطين، والله خذ شريطين يفيدك خاف مثلا والله. فكذلك ابو الاعشاب، انا انصح اذا تلاقين عشبه تلاقين علاج يقول لك هذا للتنحيف، لازم تسالين انا التنحيف انا مشكلتي وين. يعني دائما يجوني يقولون مثلا انا عندي سمنه، اي اوكي سمنه من شنو؟ سكر ضغط عندك، سمنه بسبب شنو؟ هرمونات. سمنه الرجل تختلف عن سمنه المراه. نعم صح. وما ممكن انا انطيها بس اعشاب، يعني انا من اسوي عمليه ازاله الدهون او الشحوم اللي موجوده بالجسم راح يصير عندي حاله تحطل بالجلد، فهذه ما ممكن انه اني اشيلها الا عن طريق الرياضه، التدخل الجراحي او التدخل الجراحي تحطل. والتدخل الجراحي راح اكو كثير ناس انه ترفضها، هو هذا التدخل الجراحي لازاله الجلد ماكو به اي مشكله، ولكن من المهم انه انا العب رياضه لعمليه شد هذه الجلد حتى ان يعود الى الحاله الطبيعيه. تحصيل حاصل انه اني من اريد فعلا اني كعندي حاله سمنه بشيء محدد، لازم اعرف بالبدايه سبب السمنه مالتي شنو. أنا عندي 90% عفوا 50% من السمنة هي أعراض، رجعنا نقول أعراض مو أمراض، يعني أنا عندي هاي الأعراض بسبب أمراض داخلية أنا ما أعرفها، فلازم أبدي أفحص سواء كان عند أبو مختبر أو أروح على دكتور أخصائي بهذا الموضوع. نعم. نعم طبعا على طاري أنه التحاليل والإجراءات اللي إحنا المفروض نقوم بها، شنو ارتباط فيتامين دي بثبات الوزن؟ كثير من الناس انه مثلا يسوون عادي رجيم ووجبات صحيه، لكن بعد شهر يجون يقيسون الوزن مثل ما هو، يكتشفون انه عندهم نقص بفيتامين دي، وانه دليل انه فيتامين دي ثبت الوزن، هل هذه المعلومه صحيحه؟ والله هي انا قبل شوي قلت لكم اكو فيتامينات اساسيه بداخل الجسم اللي هي فيتامينات اكيد اي كي اي دي. نعم. هاي الفيتامينات ضرورية جدا بالجسم، لو اختلت جزء لا يتجزأ زيادة أو نقصان راح يسبب عندي حالة من المشاكل، جزء من حالة المشاكل اللي هي السمنة. وفعلا أنه من يكون عندي خلل بهذه الفيتامينات راح يسبب عندي مشاكل. أنا أنصح أنه استخدام مكملات الفيتامينات الخاصة كمولتي فيتامين وغيرها، أنصح باستخدامها كمادة يعني غذائية طبيعية، ما أنصح أنه تستخدمها من الصيدلية تأخذ كمكملات تحصل حاصل إلا يوصف لك يا دكتور، لأن إذا كان عندك نسبة عالية من الفقد بهذه أو نسبة عالية من الزيادة. إذا كان أنه إحنا استخدمناها كمواد غذائية من الغذاء تحصل حاصل الجسم راح يساعد على أنه، لأن كون أنه بها نسب جدا ضئيلة بها المواد الغذائية فيستطيع أنه يتقبلها الجسم، وأيضا يستطيع أنه يطرحها الجسم إذا كان ما يحتاجه. ففعلا أنه هذه الفيتامينات جدا مهمة أنه لعملية توازن الجسم، وأيضا يساعد جزء لا يتجزأ من الزيادة بالفيتامينات أو توازن في الفيتامينات، يساعد على عملية إزالة الشحوم والدهون اللي موجودة المترسبة بداخل الجسم. نعم. نعم. تحدثنا قبل قليل على المشاكل النفسية والمتعلقة، يمكن هي من أكثر المسببات اللي ممكن تسبب السمنة. أكو بعض المشاكل ممكن أنه الشخص من يضوج يلجأ إلى تناول الأكل بشراهة، يعني يمكن هذا عامل نفسي هو أساسي، بس شلون أنه أنا اليوم أقدر أتخلص من هذا الموضوع؟ يعني من أضوج ممكن أنه ألهي بنفسي بغير أشياء، حالي حال اللي مثلا من يضوج يدخن سيجارة، بس أنه هذا أهم موضوع مرتبط بموضوع آخر اللي هو موضوع أنه الأكل بشراهة. اليوم أنا شلون أقدر أعالج نفسي من هذا الموضوع؟ شوف إحنا دائما كنا من نتعارك ونترزل من أهلنا نروح نطب بالغرفة ونسد الباب ننتظر
امتى ما ينامون حتى عن ناكل، لان والله احنا زعلانين وبالاخير حاطين لنا كاميرا على الثلاجه. تحصل حاصل هاي الظاهره عالميه، يعني مو فقط عند اشخاص محدده، انه انا من يكون عندي حاله من الحالات لازم اكل. هاي الحالة بسبب زيادة من الحالة العصبية والستريس والاستروجين على ما أعتقد. والحالة الهرمونات اللي تتزايد بداخل جسمك اللي انت كلش غضبان، فيسبب عندك حالة من انه يوصل لعقلك، العقل الباطن، انه انت جوعان فلازم تاكل فعلا. زائدا نفسهم نفس اللي يدرسون اللي يقرأ هواي يقول اجوع. وهذه ايضا انه راح يحس بعمليه زياده بهذه الهرمونات وزياده بهذه التفاعلات الداخليه بداخل الجسم، في عمليه القراءه وعمليه التفكير راح يسحب من عندك جهد كامل وفعلا راح تجوع. ولكن بالحاله العصبيه والحاله النفسيه راح يسبب عندك حاله من انه ايصال للعقل انه معدتك فارغه، روح تدارك نفسك، او انه اني ضايج فارغ ما عندي كل شيء فاضطر انه اما اكل او اشرب او الهي نفسي، خاصه من اتابع فيلم او مسلسل لازم اكو شيء قدامي لازم اكل، ماكو ربط بين مسلسل وبين، فهاي لازم اكو مود بهاي الموضوع. صحيح. انا شلون اتخلص من هاي الحاله؟ كثره المي. دائما انه الايعاز ما بين المعده وما بين العقل، عقل الباطن، تقريبا ما يقارب نصف ساعه انه ينطي ايعاز يقول انت جسمك يحتاج الى الغذاء، معدتك فارغه فلازم تروح تاكل، وحتى اذا كان قبل شويه انه اكل. هذه هاي لازم انه اني تحصل حاصل لازم يكون عندي حاله شرب ماء وبكثره، فحتى عن انه يبدي انه المعده توصل مرحله توصل الى اشعار انه اني خلاص انترست امتلأت فما احتاج الغذاء. هاي اسلم طريقه الها. اذا حال انه انت فعلا تحتاج الى غذاء، اذا كان انه لازم يكون الفتره ما بين الفواكه او السكريات، بين السكريات الطبيعيه اللي هي الفواكه او العسل او اي شيء تاكله شيء صحي او طبي، لازم انه ما بين الغذاء اللحم او الغذاء الطبيعي ساعتين مباشره. يعني اني من اكل غدا او عشاء، هاي المشكله انه يحطون وياه حلويات او يحطون وياه فواكه. نعم. هذا خطا جدا. طبعا. لان الانزيمات اللي موجوده بداخل المعده افضل شيء تستخدمه، شلون من نشوف الحلايا يسيل اللعاب عند الطفل. هاي الانزيمات المعويه تبدي بعمليه التحلل، تصعد الى تشوف السكريات. فاني من اكل بعدين اكل السكريات او الفواكه، راح المعده الانزيمات تعوف كل الاغذيه وتصعد في عمليه تحلل الاغذيه السكريه. فيشي صار عنده يصير حاله الجهد والتعب، فتقعد ترتاح، فهذه صار عندي حاله السمنه. تلاحظ اكو احيانا يصير عندهم بعد الاكل الهوايه يتعب. صح. جهد ويريد ينام، وخاصة اللي ياكل حلا وراها يحلي. نعم. جماعة على يحلي. ذكر الحلويات مرات انه تحس انه الجسم هو جوعان لكن ما محتاج اي غذاء، محتاج حلويات، هذه الحالة شنو نسميها؟ انا عندي اصدقائي، عندي اثنين والله، اذا ما ياكلون حلا يصير بحالة نفسية. بالفعل هاي حالة نفسية عند الانسان، لازم يوفر. شلون الادمان على الجقاير؟ شلون ادمان هذا ادمان على السكريات، واثنينهم خطية يعني. طيب اني هذه الحاله يعني مو دائما، بس مرات انه فجاه تجي لي انه اني اي، بس احسبي حسابك اذا انت اكلت السكريات او اكلت الحلويات اللي هي بها سكريات صناعيه لازم انه تحصل حاصل، لازم تحرقي. نصيحه اللي يريد طريقه فعلا الحرق الرياضه كلش مهمه. النصيحه اللي يريد فعلا يضعف خلاص ويكون غذائه كلش طبيعي يصوم عن السكريات الصناعيه. يعني إذا فعلا صمنا 40 يوم إلى 60 يوم من السكريات الصناعية، أي سكريات صناعية، لا حلويات لا بالشاي، لا خلاص أبدل بداله عسل، أبدل بداله فواكه، اللي هي أروض نفسي وأعلم نفسي على السكريات الطبيعية، راح تساعد. تلاحظين جسمك مو بس فقط أنه قلة في الدهون أو السمنة بداخل الجسم، بقدر ما يزيل كثير من السموم، لأن تحصل حاصل السكريات الصناعية بها تسبب كم هائل من السموم داخل الجسم. نعم. يمكن أخطر السمنة اللي هي السمنة المفرطة، وأريد نحشي شوية عن السمنة المفرطة، وحاليا يمكن نشوف الأكثرية قاعد تحدث بين الشباب.
اللي هي الأعمار اللي من 18 سنة تقريبا إلى 30 سنة، وممكن هو هذا العمر يكون جدا خطر في هذا الموضوع. المنظمات الصحية العالمية واللي تهتم في الطبيعة وتهتم في صحة الإنسان دائما تقول اكو خطوره بعمليه تطور التكنولوجيا وخطوره بعمليه التطور الوظيفي والافكار الوظيفيه، انه هي تحول الوظيفه الى في المنزل، تحول الوظيفه او الدراسه في المنزل، ايضا تحول العمل اليدوي الى عمل عقلي او عمل الكتروني، فقط العقل يشتغل بدون الجسد. هذه هي راح يسبب عندنا جزء كبير من عدسه من الوقت. لاحظ انه كل ما تزايد، كل ما تقدمنا في الفترات السنين القادمة، كل ما أنه تحدث السنين كل ما صار عندنا نسبة عالية من هذه السمنة. نعم. فتلاحظ أنه جزء لا يتجزأ من سبب السمنة هي أنه عدم الحركة المفرطة أو زيادة. أكو تلاحظ الجهال من كثر ما أنه يتحرك هواية، ضعفان يقول له والله شبيه ابنك ضعفان، يقول له من كثر شلش أو يتحرك هواية. هاي فعلا طبيعي، الطفل بعملية زيادة نمو والكالسيوم ويحتاج إلى نسبة عالية من عندها، يمتص جزء كبير من عنده. وعوضا عن ذلك الحركة تحتاج إلى حرق من مخزون الـ ATP، مخزون الطاقة بداخل الجسم، فيساعد على عملية حرق الدهون وتحويلها إلى نشويات وغيرها اللي هي يستفاد من عدة الجسم. الشباب إنه إحنا عندنا نسبة عالية جدا بسبب السمنة، وهي مو سمنة كاملة وبقدر ما هي سمنة الكرش اللي هي سببها الرئيسي سوء التغذية. زائدا إنه إحنا المشكلة بينا الغذاء تحول كله معلبات، وهذه المعلبات نعم. بها كبيرة يعني نسبة عالية أو نسبة لا بأس بها من حالة اللي هي السمية أو حالة اللي هي تسبب بمشاكل الجسم. احنا سابقا كنا نتكلم، انا درست في احد الدول الاسيويه عن التغذيه المجففه والتغذيه الخزن، عمليه خزن التغذيه، وجدت انه اكثر المعمرين اللي موجودين بداخل العالم، وانا سويت بحث على اثنين هم داخل العراق بعد تقريبا 120 سنه ورحمه الله عليه توفى قبل سنين، وواحد لحد الان بعده موجود على قيد الحياه، انه يقول انا ما استوعب الانسان شلون ياكل شيء معلب. دائما الريوق مالته انه عنده هو مزرعه ياخذ خبز حار وينزل اللي موجود سواء كان خضروات او اي شيء موجود بداخل المزرعه وياكلها. المي ما يستخدم هذا المي بقدر ما يستخدم المي الحب. وانا عندي دراسه كامله يعني بدراستي انا محصل يعني عندي براءه اختراع في موضوع الماء اللي هي عملية تحويل الهواء إلى ماء وأيضا تكرير الماء وتقوية الماء. عندنا بموضوع الدراسة أن المي إذا نحط في أناني حديد أو بلاستيك راح يكون عندنا يعني خمول في الجزيئات وليس موت هذه الجزيئات. وضع عن ذلك إحنا جسمنا ما يقارب 60 إلى 65% عدد يعني هذا التحصيل هذا الرقم هو ماء بداخل الجسم. فأنت حسب حسابك أنه أنا إذا أستخدم ماء غير صالح للسباحة مو بس غير صالح للشرب، فحتى الماء الآرو أو الماء المقطر للعلم أنه أيضا غير مجدي للإنسان، فعلا أنه هو خالي من البكتيريا أو الأمراض أو خالي من الشوائب، ولكن هل هو صحي أم غير صحي؟ اللي يريد يكون انه صحي فعلا، انا من اخذ هذا الماء الارو احوله الى الحب لمده نصف ساعه او الى هاي القاروره او الجره او المزمله شلون ما يسموها لمده نصف ساعه، وباستخدام هذا الماء انه فعلا راح يزيد من عمليه حرق الجسم ويقلل من حاله السمنه. هذا اذا استخدم الماء. ايضا مثل ما تكلمنا المعلبات الدهون والزيوت اللي هي الغير صحيه او المهدرجه، كثير من الناس يستخدمون زيت الزيتون او زيت السمسم او زيوت اللي هي تساعد على عمليه إفادة الجسم ولا تحوي على مضرة داخل الجسم. هذا جزء أيضا من عدها. زائدا أنه أنا ما أشرب مي ولا أكل بعد تقريبا العشاء، أذان العشاء خلاص أنه أنا ما راح أكل، لأن بتحصل حاصل أنا إذا استخدمت الماء المفرط بهاي الفترة راح يبقى بداخل الجسم، وأيضا الغذاء لأن أنا ما عندي حركة، فمن الضروري أنه أنا أصوم حتى أنه ما يقارب الساعة الأربعة إلى الساعة الخامسة اللي هي حالة انعاش الطاقة داخل الجسم، فيساعد على عملية تكوين خلايا جديدة أو تنشيط الخلايا أو إعادة حيوة الخلايا، لذلك أنه يساعد على مخزون طاقة أو تحرير هذه الطاقة إذا يحتاج إلى عملية تغذية. فإذا أنه ما بعد صلاة الفجر جدا مهم أنه أنا يكون عندي وجبة غذائية ومن ثم أنه أنا أستمر. تحصل حاصل أيضا أنه أنا أول ما أستيقظ من النوم لازم أشرب ماء، والعلاج يعني أنا قبل فترة كنا أتكلم على موضوع العلاج بالماء جدا مهم، أنه أنا إذا استخدمت شرب الماء أول ما أصحى تقريبا لتر ونص
ومن بعد تكرار عملية شرب الماء في كل فترة من فترة معينة، لأنه بتحصل حاصل إنه أنا من أعطش قبل ما أعطش بنصف ساعة إنه لازم جسمي يحتاج، لأن الجسم عندما يحتاج الماء الفترة اللي بين احتياج الجسم إلى وصل العقل الباطن استشعار الجسم إنه أنا عطشان فترة كلش طويلة تقريبا هي ساعة. لذلك أكو أحيانا هواية يتخربطون ويوقعون بسبب إنه يصير عندهم نقص هبوط بالضغط أو نقص بالماء بالجسم، هو ما يدري لأن هو وصل إلى مرحلة لعياء، وصل لهذه المرحلة. فإذا استخدام الماء جدا مهم بهذا الشيء. نعم. طيب محمود، احنا نريد نصيحة أخيرة لكل السيدات أكيد وكل الرجال اللي يتابعونا في سبيل أنه نحافظ على وزننا وكذلك نتبع فد نظام غذائي معين أنه ما راح نزيد وزن وكذلك ممكن يخلينا أنه ننقص من هذا الوزن، فشنو نصيحتك للجميع؟ أهم شيء أنه إذا كان فعلا في حالة السمنة لازم أعرف نوعية السمنة اللي موجودة عندي، ومن ثم إعطاء العلاج للسمنة أو أنه أنا أخلي كورس خاص بي للسمنة. نعم. هذا إذا كانت في حالة السمنة. اللي الناس اللي تخاف من السمنة أو أعراض السمنة، من الضروري جدا الكلوروفيل، مكونات الكلوروفيل اللي هي النباتات الخضراوية جدا مهمة لعملية السمنة، أنه تساعد بعملية الحرق وأيضا تساعد في تقليل وجود هذه الدهون اللي موجودة بالجسم. ايضا الفواكه مهمه جدا وضروريه للجسم، عوضا عن ذلك الابتعاد كل البعد عن الـ 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 الاغذيه اللي هي السريعه والاغذيه اللي هي اللي تحتوي على نسبه زيوت عاليه اللي هي الوجبات السريعه، هذه من الضروري انه الابتعاد عنها او التقليل من عدمها. ما ممكن انه مجتمعاتنا انه نبدا نمنعها، يعني مستحيل بالفعل. يعني هاي اكذوبه يعني، فمن الضروري تقليلها. عوضا عن ذلك انه انا المشروبات الغازيه كذلك، طبعا المشروبات الغازيه يعني الله يعين اللي مدمن على المشروبات الغازيه اي، فضروري جدا انه انا ايضا الوجبات الغذائيه ازيدها ولكن اقلل النسبه اللي انا احتاجها. يعني التوازن الغذائي جدا مهم، ولكن بالاغذيه اللي هي محتاجتها الجسم، مو اكل مثلا شحوم، اكل دهون جدا عاليه، اكل يعني باكر مثلا اي والله. فلازم أنا بعد عملية التغذية أحاول أنه أحرق هذه الدهون، سواء كان رياضة أو عمل، غسل المواعين، غسل القاع، غسل الهدوم، هاي مهمة جدا، هاي كلها حرق دهون. أيضا القراءة مثل ما قال الرغم أنه القراءة والمطالعة كلش مهمة لعملية حرق الدهون. هذه كل هاي الأدوات اللي استخدامها بداخل الحياة بس لتظل قاعد أو ظل نايم. نعم. هاي الحركتين هي اللي هي راح تسبب حالة السمنة. إذا ماكو طاقة محروقة بداخل الجسم، الجسم مباشرة راح يبدي عملية امتصاصه وخزنة، يقول لك أنا جزء أحتاجه حالة حال العجيزة اللي عندها غرفة وتضم بها أشكال والوان. هذا هو الجسم اللي أكو 90% من الأجسام بسبب قلة الحركة الجسم يظل خامل، فيقول لك والله خاف يعني يصير عنده حركة، خاف مدري فأخزنها، هو هذا الجسم مات، فيبدي عملية خزن الدهون بسبب عدة حالة كلش كبيرة. لذلك يحتاج إلى رياضة مهمة. نعم. محمود غريب، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل هذه المعلومات اللي نورتنا بها، وأكيد معلومات مفيدة لنا وكذلك للمشاهد. شكرا جزيلا لك. أكيد مشاهدينا الكرام، الآن عندنا تقرير للزميلة أضواء والنقش والرسم على الجلود، فإلى هنا.